بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبو بكر رحمة الله عليه. كيف تحصل ثواب اعتكاف شهر كامل أو ربما شهرين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بأعمال بسيطة جدا في أقل من ساعة، وربما بالتليفون وأنت في بعدة في بيتك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لأن أمشي في حاجة لي لأخ لي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر. في رواية شهرين، بل هناك رواية بس ضعيفة 10 سنوات. بيوريك الثواب العظيم لقضاء حوائج الناس، قضاء حوائج الناس. بس المهم، ما انت تفعل ذلك ما انت تفعل وانت تفعل ذلك تكون مخلصا للنيه محتسما للاجر، يعني تحدث نفسك بهذا الاجر. واحد راجع من السفر تحمل عنه، يعني تاخد سياره، عندك سياره تذهب وتستقبله وتضع وتحمل عنه حقائبه وتضعها في 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 سياره وتوصله الى بيته، عمل عظيم. واحد مريض ما عندوش سياره، تاخده توديه مستشفى، تفضل معاه لغايه ما يكشف عليه، معذره نفسيه، وتساعده وتشيله وتوديه. كتب لك اعتكاف شهر في مسجد الرسول. واحد في مخمصه مش لاقي يشتغل، تتصل بالتليفون تقول فلان شغل فلان، شغل فلان. والله لو المبلغ، لو الشغل ده حلال هتخرجه من ازمه ان هو مش بيشتغل، وده تاخد اعتكاف شهر وبكره شهرين، لانك غيرت مصير انسان. غيرت، بعد ما يشتغل هيقدر يعفي نفسه، وما يقدر يستطيع ان هو يتزوج، حياته تتغير. اذا ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، يعني واحد فقير وانت ليك علاقات بناس، تتصل بواحد فلان. يعني انا كنت فعلت ذلك كثير، اتوسط، انا مش قادر اساعده ماديا لكن اعرف ناس ممكن يساعدوه، اتوسط. مش اقول انا مالي، لا ما اقولش انا مالي، اروح لراحل واحد غني اقول له فلان فلان، انا اعرف واحد فلان يثق فيه مريض وعايز يعمل عمليه ومعهوش فلوس، ساعده. بس ما تروحش لاي حد، تروح من الناس التي تتوسم فيهم الخير، فلو ساعده هتقاسم هذا الشخص الثواب، مع ان انت ما دفعتش اي فلوس، بس انت اداله على الخير كفاعله، يبقى انت توسطت في خير وتاخد ثواب عظيم. فانت بتفعل الفعل ده، حدث نفسك: يا رب انا بعمل الفعل ده عشان اخد اعتكاف ثواب، اعتكاف شهر كامل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعطيك الله سبحانه هذا الثواب. فاي شيء، واحد مريض عايز يروح مستشفى توديه، واحد عايز يروح يعمل مقابله تاخده توصله، واحد بيدور على شغل تنزل تنزل معاه تبحث معاه، وهكذا. مجرد انك تمشي في الخير، الساعي على الارمله، على الارمله والمسكين، كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر، لا يفطر. الحديث ده طبعا يصح ويقوي هذا الحديث، بمعنى ان الساعي، يقول الساعي يعني بيسعى مش لازم يحقق، فاشفعوا تؤجروا. فكثير من الناس يتيب واحد فقير، هو عارف ان هو فقير، يقول له والله ما ربنا يحن عليك، ما فيش في ايدي حاجه اعملها، لكن هو يعرف ناس يستطيعون ان يساعدوا. طب ليه ما تتوسطش؟ طب ما تتصل بفلان اللي تتعرفه كده وقول له في فلان انسان محتاج، خب تقدر تساعده. هو ده حديث شفاعه تؤجره اللي ضيعه معظم الناس، مفيش حد دلوقتي بيشفع لحد الا نادرا. لكن لما تلاقي انسان محتاج، طب ما تتوسط لواحد غني وتقول له هات، تقول له ساعد فلان، هتكون انت السبب في مساعده هذا الشخص. انا لا ازكي على نفسي على الله سبحانه وتعالى، لكن انا فعلت ذلك كثيرا. يا ريت، فانا كنت امام في المسجد، كان اتني واحد، روح لواحد غني وانا عارف ادله على الخير، هو كان بيبقى سعيد، لان يعني انا دليته على الخير، فحتى هتقاسم هذا الرجل الثواب. لو عمل له عمليه بكذا ب 10000، كانك طلعت 5000 جنيه لله، وتاخد اعتكاف شهر كامل في مسجد الرسول صلى الله. واحد مش لاقي شغل، تتوسط حتى لو بالتليفون، تكلم الناس. عمل بسيط ده لو انت عملته مخلصا للنيه محتسبا للاجر، كتب لك به اعتكاف شهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فابواب الخير كتيره جدا، فاياك ترفض، والعكس صحيح. لو انسان رفض هو قادر على مساعده، سواء كانت مساعده دي ماديه او معنويه. احنا قلنا ان الانسان لازم يساعد، لو كانش بالمال بالمجهود،
يتوسط في الخير. فانت قادر وعندك القدره، هتدور الايام وتحتاج انت او زوجتك او اولادك الى من يساعده، ولا يجد احد. الجزاء ده من جنس العمل. حتى في حديث الرسول عليه السلام بمعناه، من تخلى عن اخيه المؤمن في موقف يحتاج فيه اليه، تخلى الله عنه في موقف يحتاج فيه الى الله، الى رب العالمين. اذا تخليت عن انسان وتقدر ان انت تساعده في موقف، موضوع ستمر الايام والايام دول، والايام دول، تلك الايام نداولها بين الناس، ستمر بنفس الضائقه، والجزاء من جنس العمل. يعني السيد عبد الله كان بيقول ايه؟ كان بيقول والله اني اخشى لو اني عيرت امراه بحملها ان احمل. مجرد ان اعير امراه بحملها. ف يا ريت كل واحد سامعني دلوقتي، اوعى تتخلى عن انسان تكون قادر انك تساعده. نخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى. اذا عندك قدره على المساعده الماديه او المعنويه او اي نوع من انواع المساعده لازم تساعده. باقل القليل المؤازره، لانك يعني تتوسط له عند حد، تاخده توديه، تكلم له حد وهكذا. هذا عمل، بس مهم تحدث نفسك وانت تعمل هذا العمل. يا رب انا بعمل العمل ده عشان انا اخد اعتكاف شهر كامل. تحدث نفسك، تجري هذا على قلبك مش باللسان. هذا هو من عمل عملا يحتسب اجره عند الله فهو حسبة الله عند الله، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب في حديث صحيح مرفوع الرسول صلى الله عليه وسلم. من عمل عمل يحتسب اجره، يعني كلمه يحتسب معناها ايه؟ انا عمال افكر في الاجر، مشتاق الى الاجر، عارف الاجر ايه، وبحتسب الاجر ده عند ربنا. فابواب الخير كتير جدا ومحتاجين كتير جدا، فتستطيع ان تتوسط او حتى او تساعد بالتليفون، حتى تكلم واحد تقول له ساعد فلان، ساعده ما ساعدوش انت هتاخد اجر التوسط والشفاعه المحاوله. على كل ما لو عندك صدق نيه في المحاوله ربنا هيديك اجر عظيم. اكتب لكم الحديث تحت الفيديو، سخون شهور نشر هذا العلم في صبر عظيم، العلم علما في الاجر معامل بيوم القيامه، يلقوا ذاك بكل شيء، شوف اشتغل الجرس في اسرقوا قناه لسلاحكم كل جديد، وساعدوني انا اشرح سنه ربويه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.